بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 12 من سلسلة دروس كتاب شرح الوقاية للعلامة الشيخ عبد اللطيف ابن عبد العزيز الشهير بابن ملك رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. لا يزال الكلام حول أحكام الأسآر. نقرأ المتن كي نربط الكلام بعضه ببعض. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. وسؤر الآدمي والفرس وكل مأكول طاهر، والكلب والخنزير وسباع البهائم نجس. قرأنا في الدرس الماضي القسمين، القسم الأول من أقسام السؤر وهو الطاهر المطهر، القسم الثاني السؤر النجس، الآن القسم الثالث وهو السؤر المكروه استعماله تنزيها مع وجود غيره، وهو قوله، وإلى هنا وصلنا، والهرة، أي سؤر الهرة. إذن السؤر الأول طاهر مطهر وهو سؤر الآدمي وسؤر ما يؤكل لحمه. القسم الثاني سؤر النجس وهو سؤر السباع والكلب والخنزير. السؤر القسم الثالث سؤر مكروه استعماله تنزيها مع وجود غيره، إذن كراهته مشروطة بوجود ماء غيره، فإذا عدم الماء مطلقا ولم يوجد عنده إلا هذا الماء الذي شربت منه الهرة لا كراهة في استعماله، ولا يجوز له أن يتيمم مع وجود هذا الماء. قال والهرة، أي وسؤر الهرة. طبعا المراد هنا بالهرة أحبابنا الهرة الأهلية، أما الهرة الوحشية كما سيأتي معنا سؤرها نجس، والسؤر الهرة الأهلية طاهر. ليه؟ كما سيأتي معنا أيضا لوجود علة الطواف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجسة، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فكانت، لأن الهرة سبع كسائر السباع ولحمها نجس، وينبغي أن يكون سؤرها نجسا لأنها تشرب بلسانها وعليه لعابها، ولعابها نجس لأنه متولد من لحمها النجس، حكمها كحكم الكلب كحكم الذئب كحكم الفهد. هذا القياس، القياس أن سؤرها نجس، ولكن تركنا القياس بماذا تركنا؟ بوجود النص. إذا وجد النص لا قياس مع النص، لا قياس مع النص. لذلك قالوا طهارة سؤر الهرة استحسان عملا بالنص، عملا بقوله عليه الصلاة والسلام إنها من الطوافين عليكم. فالهرة هنا المراد بها أحبابنا الهرة الأهلية، الهرة الأهلية لأنها من الطوافين. قال والهرة، أي سؤر الهرة. والدجاجة المخلة، كذلك سؤر الدجاجة المخلة. إيش يعني المخلة؟ المخلة أي غير المحبوسة، يعني المخلة يعني المتروكة، يعني الدجاجة المرسلة التي أرسلها أصحابها تخالط النجاسات وتأكل النجاسات ويصل منقارها إلى ما تحت قدميها، فهذه تسمى الدجاجة المخلة. أما الدجاجة المحبوسة بحيث لا يصل منقارها إلى فضلات غيرها من الدجاج ولا إلى ما تحت قدمها من القذر، هذه هرة محبوسة. وهذا يوجد في المداجن الكبيرة
الدجاج الموجود المحبوس للتسمين أو للتكاثر أو للبيض. تحبس الدجاجة ويوضع رأسها في مكان فقط والعلف أمامها، والأنوار تعمل. فطيلة الليل والنهار تجدها تأكل بشكل مستمر وتسمن. فهذه سؤرها طاهر مطهر بلا كراهة. ليه؟ لأن منقارها لا يصل إلى النجاسة كما سيأتي معنا. إذن فهمنا الآن معنى الدجاجة المخلة أي غير المحبوسة. قال وسباع الطير، يعني وسؤر سباع الطير. طبعا سؤر سباع الطير يكون مكروها أيضا إذا لم يعلم صاحبها طهارة منقارها، إذا لم يعلم صاحبها طهارة منقارها. إنعم. لذلك قال في الحلبة، حلبة المجلي، إنعم، قال روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى إن كان هذا الطير، يعني سباع الطير، الصقر أو الشاهين أو النسر أو البوم، إن كان هذا الطير لا يتناول الميتة. هناك طيور أحبابنا من طبعها لا تتناول الميتات، مثل كما قال يعني في الحلبة، مثل البازي الأهلي، نعم، هذا لا يأكل الميتات، هذا لا يتناول الميتات. قال فسؤره لا يكره الوضوء منه. ليه؟ لأن منقاره طاهر، منقاره طاهر، نعم. وإنما يكره السؤر سباع الطير التي تتناول الميتات، تأكل من الميتات. هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة، وروي مثلها أيضا عن أبي يوسف. طبعا أحبابنا القياس أن يكون سؤر سباع الطير نجسا، لأن سباع الطير لحمها نجس، وبالتالي لعابها نجس لأنه متولد من لحمها. فلماذا قلنا سؤرها مكروه؟ قال انتبه، السباع الطير تشرب بمنقارها ولا تشرب بلسانها، ومنقارها عظم لا يتخلله نجاسة، فإذا هي لا تشرب بلسانها المليء باللعاب النجس، تشرب بمنقارها. ولتوهم وجود النجاسة على المنقار قلنا بأن سؤرها مكروه استعماله. أما إذا علمنا بأن منقارها طاهر فلا كراهة في سؤرها. لماذا؟ لأنها تشرب بمنقارها. أما سباع البهائم تشرب بلسانها، ولسانها مبتل بلعابها النجس. ففهمنا الآن الفرق بين سباع الطير، لماذا لا ينجس سؤرها؟ لأنها تشرب بمنقارها، ومنقارها طاهر عظم لا يتخلله النجاسة. وسباع البهائم تشرب بلسانها المليء باللعاب النجس. إذا وسباع الطير وسواكن البيوت أيضا كالفأرة، الفأرة كذلك سؤرها مكروه استعماله، طاهر مكروه استعماله. ليه؟ قال لأنها كالهرة من الطوافين. وسواكن البيوت كالفأرة والحية إذا شربت من الماء، هل قد يقول قائل الحية إذا شربت من الماء تضع السم؟ لا يا أخي، الحية الأفعى لا تضع السم إلا إذا تعرضت لعدوان، إناء ماء أمامها شربت منه لا تضع السم فيه. والخنفساء وغيرها، العقرب مثلا، العقرب ليس له، أو السام أبرص، هذه كلها من سو من 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 سواكن البيوت. قال والهرة، يعني سؤر الهرة والدجاجة المخلاة وسؤر سباع الطير وسؤر سواكن البيوت،
هذه كلها مكروه استعماله تنزيها كما قلنا، مكروه استعماله تنزيها في الأصح. فيجوز الوضوء أو التوضؤ به واستعماله مع وجود غيره من الماء المطلق، ولكن مع الكراهة، مع الكراهة. أما إذا لم يكن قادرا على غيره فلا كراهة في استعماله. في إشكال أحبابنا؟ واضح الكلام إن شاء الله. قال: أما الهرة، أما الهرة فلأنها، لماذا سؤر الهرة مكروه طاهر مكروه وليس نجسا؟ قال: فلأنها، لماذا قلنا بأنه مكروه؟ قال: فلأنها لم تؤمن من أن يكون في فمها نجاسة، فيكره كما يكره الوضوء بالماء الذي أدخل الصبي يده فيه. عندنا إناء، أنا ملأت هذا الإناء بنفسي ماء مطلق وتركته في ناحية البيت، بعد ساعة ساعتين نظرت فإذا يدي ولد صغير ابني مبتلتان عمره سنة سنتين ثلاثة، سألته من أين هذا الماء؟ قال لي من الإناء. ما حكم الوضوء بهذا الإناء؟ إذا تيقنت أن يدي ولدي الصغير طاهرتان الوضوء بهذا الماء لا كراهة فيه. أما إذا شككت بطهارة يديه صار هذا الماء مكروه استعماله تنزيها. هذا معنى قوله: فيكره كما يكره الوضوء بالماء الذي أدخل الصبي يده فيه، لأننا لا نعلم هل يداه طاهرتان أم غير طاهرتين. قال: هذا إذا لم تأكل الفأرة. أما إذا رأيت هرة تأكل الفأرة ثم بعد ذلك ذهبت وشربت الماء، ما حكم هذا الماء؟ نجس، لأن على فمها نجاسة الميتة الفأرة. قال: ولو أكلتها، يعني ثم شربت الماء، ينجس سؤرها، الماء الذي شربت منه صار نجسا. قال: ولو مكثت ساعة، غابت عن نظري، رأيتها تأكل فأرة ثم غابت عن نظري، إينا غابت عن نظري ساعة من الزمن ثم رجعت فشربت من هذا الماء، قال: لا ينجس. ليه؟ قال: لأن في عنا احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون شربت من ماء بعيد. الاحتمال الثاني وهو أن البهائم السباع عندما تأكل تقوم بتنظيف فمها بلسانها. اي نعم. واللعاب عند سيد أبي حنيفة وأبي يوسف يطهر النجاسة، أما عند محمد وهذا ذكرناه أظن في درس سابق، عند الإمام محمد يشترط لتطهير النجاسة الماء، النجاسة مكانها لا يطهر إلا بالماء. لذلك مر معنا في درس سابق أظن، لو أن إنسان مثلا نزل من فمه دم فابتلع البزاق مرارا وتكرارا حتى صفى بزاقه، أو صار يبصق حتى صفى، ما الحكم؟ طهر فمه عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأن البزاق يطهر المكان المتنجس، أما عند الإمام محمد لا يطهر لأنه شرط لطهارة المكان المتنجس الماء قطعا. فهنا الآن الحكم على القول المعتمد، قول سيد أبي حنيفة رحمه الله، قال: لأنها غسلت فمها بلعابها، ولعابها طاهر عند أبي حنيف عند أبي يوسف، ولعابها طاهر عند أبي يوسف. قال: والنجاسة، انتبهوا أحبابنا، مر معنا كذلك في درس سابق أن أبا يوسف شرط لتطهير المكان النجس الصب، أن نصب الماء صبا. الآن طيب كيف يقول أبو يوسف بأن اللعاب طهرها وقد فقد شرط الصب للتطهير؟ ما هو الجواب؟ قال: والنجاسة وإن كانت لا تزول إلا بالصب
عنده عند أبي يوسف، لكن حكم بزوالها بدون الصب هنا في هذه المسألة، قال للضرورة. فالضرورات أحبابنا كما أنها ترفع المحظورات، كذلك الضرورات تخفف الأحكام. الضرورة، لذلك قالوا الضرورة تقدر بقدرها، فإما أن ترفع الحرج بالكلية، وإما أن تخفف، إما أن ترفع الحكم بالكلية، وإما أن تخفف. فالضرورات كما تزيل تخفف. فلذلك هنا أبو يوسف راعى هذه المسألة فقال لكن حكم بزوالها بدون الصب للضرورة. وعند محمد ينجس الماء وإن مكثت ساعة. ليه؟ قال لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء عنده، وهذا ذكرنا، لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء عنده. هل هنا انتبه، قال الشيخ الحلبي في كتابه حلبة المجلي، قال ينبغي ألا ينجس الماء على قول الإمام محمد إذا شربت الهرة بعدما أكلت الفأرة وغابت ساعة، ينبغي ألا ينجس. ليه؟ قال لأنه إذا غابت الهرة غيبة يجوز معها، مع هذه الغيبة، أن تكون قد شربت من ماء كثير، فهذا يعني أنها قد طهرت فمها بالماء. فإذا غابت ساعة، غابت زمانا، يمكن أن تكون قد شربت من ماء كثير، ينبغي على قول الإمام محمد ألا ينجس الماء الذي شربت منه الآن بعد غيبتها. فواضح إن شاء الله أحبابنا. إذا قال لأن النجاسة لا تزول إلا بالماء عنده، عند الإمام محمد. فإن قلت ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ بسؤر الهرة، ثبت هذا. ولو كان الوضوء بسؤر الهرة مكروها لما فعله، ولو كان مكروها لما فعله صلى الله عليه وسلم. فكيف تقولون الوضوء بسؤر الهرة مكروه؟ الجواب، قلت يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد فعله لبيان الجواز، يعني توضأ بسؤر الهرة مع أنه مكروه لبيان أنه يجوز الوضوء به. واضح هذا، كي يرفع توهم نجاسة سؤرها، وكي يرفع توهم مشابهة الهرة التي هي سبع لأمثال جنسها من السباع كالفهد والذئب، فأولئك أسآرهم نجسة، كي يرفع هذا التوهم فتوضأ عليه الصلاة والسلام. هذا احتمال. الاحتمال الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم توضأ من سؤر الهرة لعلمه بزوال ما يقتضي الكراهة منها حينئذ. كيف علم؟ بغلبة ظن أو بالوحي. فعلم إذن ما، فعلم زوال ما يقتضي الكراهة حينئذ. الآن نقطة، الآن كلام جديد ولكن له ارتباط بالكلام السابق. قال قيد بالمخلى، قال الدجاجة المخلى، قيد بالمخلى إذ لو كانت، يعني الدجاجة، محبوسة لا يكره سؤرها، فسؤرها طاهر مطهر غير مكروه. فهمنا قبل قليل شرحت معنى قولهم محبوسة، يعني بحيث لا يصل منقارها إلى ما تحت
إلى ما تحتها من نجاسة وقذر، وإلى ما تحت قدمي الدجاجات التي معه. قيل المراد بكونها محبوسة أن تحبس في موضع لتسمن، فيكون رأسها وعلفها، هذه الفاصلة خطأ، فيكون رأسها وعلفها خارج البيت، فلا يمكنها أن تجول في عذرات نفسها، وهذا كما بينته لكم قبل قليل. وقال شيخ الإسلام: إذا لم يمكن أن تأكل عذرات غيرها لا يكره. إذا كانت الدجاجة لا تستطيع أن تأكل من عذرات غيرها فلا يكره سؤرها، لأنها لا تحول إلى عذرات نفسها. نعم، يعني لأنها هي لا تأكل عذرات نفسها، هكذا والله أعلم. أما سباع الطير فلأنها تأكل الميتات، قلنا بأن سؤر سباع الطير مكروه تنزيها كالدجاجة المخلة. ليه؟ قال لأنها تأكل الميتات، فلا بأس، عفوا، فلا يؤمن من أن يكون منقارها، من أن يكون على منقارها نجاسة، ومنقارها كان طاهرا فلا يتنجس بالشك. يعني الأصل أن منقار سباع الطير طاهر لأنه عظم، ولكن قد في احتمال أن يكون قد تنجس، فلذلك لا ينجس الماء بالشك، ولكن يثبت الكراهة التنزيهية كما ذكرنا. وأما سواكن البيوت فلأنها لا تجتنب النجاسات أو النجاسة، فلا يؤمن من أن يكون على أفواهها نجاسة، ولم يعتبر نجاسة سؤرها، وهو القياس، انتبهوا أحبابنا، وهو القياس. ليه؟ قال لسقوطها، لسقوط النجاسة، الاعتبار لسقوط الحكم بنجاسة سؤرها بضرورة الطواف، لأنها فيها علة الطواف. هذا إذن هو النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام الأسآر. الآن القسم الرابع من أقسام الأسآر، وهو المشكوك في طهوريته. قال: والحمار، أي وسؤر الحمار، يعني المراد هنا بالحمار الحمار الأهلي، الحمار الأهلي. أما الحمار الوحشي، الحمار الأهلي لا يجوز أكله، أما الحمار الوحشي فمأكول يجوز أكله، فلا شك في سؤره، فلا كراهة. يعني عندنا حمار وحشي، أنا اصطدت حمارا وحشيا فربطته بحبل وجعلته أمام البيت أو في البستان مربوط بشجرة، فقدمت له ماء فشرب من هذا الماء، ما حكم هذا الماء مطلق؟ بال الحمار الوحشي، ما حكم بوله؟ نجس نجاسة مخففة، لأن الحمار الوحشي يؤكل كما تؤكل الأبقار، كما تؤكل النوق إلى آخره. قال: والحمار، إذن الحمار هنا المراد به الحمار الأهلي، أي وسؤر الحمار والبغل، بغل شرب من ماء فسؤره مشكوك. قال: والبغل مشكوك في طهارته، مشكوك في طهارته، وقيل في طهوريته. إذن بعض الفقهاء قال هو مشكوك في طهارته، يعني الآن عندنا الشك، هل هو طاهر أم هو نجس؟ هذا قول. القول الثاني: مشكوك في طهوريته، يعني هل هو طاهر أم هو طاهر غير مطهر أم طاهر مطهر؟ أدركنا الفرق بين القولين.
إذن قول بأن الشك في طهارة الماء، يعني هل الماء طاهر أم هو نجس بعدما شرب منه البغل والحمار، أم هذا الماء المطلق بعدما شرب منه الحمار أو البغل هل صار طاهرا أم بقي طاهرا مطهرا؟ واضح إن شاء الله. إذن والحمار أي وسؤر الحمار والبغل مشكوك في طهارته وقيل في طهوريته، وهذا هو الأصح. إذن أحبابنا اختلف الفقهاء في حكم سؤر الحمار وسؤر البغل، مع اتفاقهم على أنه اتفق الفقهاء في ظاهر الرواية على أن لعاب الحمار اي نعم، هذا في ظاهر الرواية أحبابنا، لعابه لا ينجس الثوب ولا ينجس البدن ولا ينجس الماء، نعم، وكذلك لا يرفع الحدث، هذا في ظاهر الرواية. إذن في ظاهر الرواية أحبابنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اتفق نعم في ظاهر، واتفق الفقهاء على أن سؤر الحمار إذن طاهر. لذلك قال الشيخ، قال وقيل في طهوريته وهذا هو الأصح، يعني هو طاهر، سؤره طاهر، وإنما الخلاف في طهوريته. لذلك قال، يعني لما اتفقوا على أنه لا ينجس الماء ولا ينجس البدن ولا ينجس الثوب، نعم، لذلك قال الشيخ البخاري في كشف الأسرار، قال إن الاختلاف، انتبه، ما قال الفقهاء، قالوا، انتبهوا أحبابنا لدقة العبارة، قال اتفق الفقهاء في ظاهر الرواية، أئمتنا يعني اتفقوا في ظاهر الرواية على أن لعاب الحمار الأهلي لا ينجس ثوبا ولا بدنا ولا ماء، تمام. لذلك قال الشيخ البخاري في كشف الأسرار، قال إن الاختلاف في قولهم هل الشك في طهارته أو في طهوريته، قال هذا الاختلاف لفظي وليس حقيقيا، هذا الاختلاف اختلاف لفظي وليس حقيقيا. ليه؟ قال لأن من قال الشك، من قال الشك في طهوريته فقط أراد أن الطاهر، الماء الطاهر يعني، لا يتنجس به، لا أنه، ليس في طهارته شك أصلا، لأن الشك في طهوريته إنما نشأ، الشك في طهوريته قال إنما نشأ من الشك في طهارته، الشك في طهوريته إنما نشأ في الشك من طهارته. قال والحمار أي وسؤر الحمار والبغل مشكوك في طهارته وقيل في طهوريته وهذا هو الأصح، لأنه لو مسح رأسه، بسؤر الحمار ثم وجد الماء المطلق لا يجب غسل رأسه، فهذا دل على أن الاختلاف في الطهورية وليس في الطهارة، ولو كان الشك في طهارته لوجب غسل المكان الذي مسحه احتياطا، وإنما يشك في سؤره. الآن لماذا شككنا في سؤره؟ هل هو طاهر؟ شككنا في طهارته أو في طهوريته؟ ليه؟ لماذا؟ من أين جاء الشك؟ ما هو منشأ الشك؟ قال إنما يشك في سؤره، قال لتعارض الأدلة،
يعني لتعارض الأدلة في حكم سؤره، تعارضت الأدلة في حكم سؤر الحمار وسؤر البغل. هذا قول. وقيل سبب الشك، سبب الشك هو تعارض الأدلة في إباحة لحمه. إذا ما هو سبب منشأ الشك في سؤر الحمار؟ عندنا علتان، سببان. قيل السبب هو تعارض الأدلة في حكم سؤره. بعض الصحابة قال سؤره طاهر، وبعضهم قال سؤره نجس، بعضهم قال لا يتوضأ بسؤره مع أنه طاهر، فتعارضت الأدلة في حكم سؤره. وبعضهم قال لا، سبب أو منشأ الشك هو تعارض الأدلة في إباحة لحم الحمار. فمن الأدلة من يقول لحمه مباح، ومنهم من الأدلة من يقول لحمه محرم. فإذا قلنا مباح فسؤره طاهر، قلنا محرم فسؤره نجس. إذا صار في عندنا الآن أمران نشأ عنهما أو عن أحدهما الشك في سؤر الحمار والبغل. قال وإنما يشك في سؤره لتعارض الأدلة، لما روي عن ابن عباس سؤر الحمار طاهر. انظر الآن الشيخ يبين لنا أن سبب الشك هو تعارض الأدلة في إباحة سؤره، في طهارة سؤره أو تحريمه. روي عن ابن عباس سؤر الحمار طاهر، وعن ابن عمر يعني وروي عن ابن عمر أنه نجس، ولم يترجح دليل النجاسة، ولم يترجح دليل النجاسة. عند دليلان متعارضان لابد من مرجح أن يرجح أحد الدليلين على الآخر، فلم يثبت عندنا دليل يرجح، ما عندنا مرجح يرجح دليل النجاسة لثبوت الضرورة. إذ الحمار تربط، إذ الحمر هكذا ينبغي أن يقول الحمر، إذ الحمر تربط، لعل الصواب إذ الحمر، أنه قال إذ الحمار يربط ينبغي أن يكون بالياء، يعني إما أن نقول إذ الحمار يربط أو نقول إذ الحمر تربط. في الأفنية، في أفنية البيت كانوا في الماضي يدخلون الحمار، يدخلونه إلى البيت إلى الدار. إذ الحمار يربط في الأفنية أو إذ الحمر تربط في الأفنية تشرب من الآنية. فشاركت كأنها شاركت الهرة بعلة الطواف، فلذلك أخذت حكمها. إذا قال وأما البغل، وأما البغل فمن نسل الحمار من نفس العائلة، وكان بمنزلته. هذا إيش بمنزلته؟ يعني يعطى نفس الحكم، نفس الكلام، الخلاف الجاري في الحمار يجري في البغل. قال هذا إذا كانت أمه حمارا، هذا إذا كانت أمه حمارا. ولو كانت رمكة، أم البغل رمكة، والرمكة أنثى الفرس، يعني لو نزى حمار على فرس على رمكة فحملت منه فأنتجت بغلا، فهذا البغل سؤره طاهر، لأن الفرس مأكولة اللحم وسؤرها طاهر. ومر معنا في الماضي أن في البهائم، في الدواب، في البهائم الحيوان يأخذ حكم أمه لا حكم أبيه. لذلك قالوا البغل الحمار، حمار نزع على بقرة، حمار نزع على بقرة فأنتج على فرض، أظن هذا علميا لا يصح، لا يمكن أن يثبت، على فرض حصل طفرة فنزع حمار على بقرة
فأنتجت بغلا، أنتجت بغلا، ما الحكم؟ قال يحل لحمه، يجوز أن يؤكل. وكذلك البغل الذي أمه رمك تؤكل، يؤكل. وسؤره طاهر، وسؤره طاهر بالاتفاق، فهمنا أحبابنا؟ سؤره طاهر بالاتفاق. لذلك قالوا لو نزى كلب على شاة فحملت، الناتج مأكول وطاهر. لو العكس، نزى خروف على كلبة فحملت، الناتج نجس غير مأكول، لأن دائما الولد الحمل يلحق أمه في البهائم والحيوانات. قال هذا إذا كانت أمه حمارا، ولو كانت رمكة يكون سؤله طاهرا لا مشكوكا ويؤكل لحمه. قال لأن الولد يتبع الأم، لأن الولد يتبع الأم. نعم، طبعا هنا المراد نعم كان يكون سؤله طهورا لا مشكوكا. نعم، طبعا المراد أنه كما قال الله، لأنه يعني عند الصاحبين، أحبابنا عند الصاحبين كما تعلمون أن الفرس لحمه يؤكل عند الصاحبين بدون كراهة، أما عند أبي حنيفة رحمه الله يكره. يعني هذا البغل الناتج من الفرس، من الرمكة، يأخذ حكم أمه. طيب أمه هل يكره سؤلها؟ لا يكره، ويؤكل لحمها. أما عند سيد أبي حنيفة ما الحكم؟ يكره أكل لحمها، وبالتالي يكره كذلك سؤرها، ويكره سؤر البغل المتولد عنها. إذا فهمنا أحبابنا إن شاء الله الكلام. قال كذا في الغاية، كذا في الغاية. وفي الفتاوى الصغرى من المشايخ من فرق بين سؤر الحمار الذكر وسؤر الأتان، وسؤر الأتان، وقال سؤر الذكر نجس لأنه يشم بول الأتان فيتنجس فمه. نعم، لذلك هذا قول لبعض المشايخ، ولكن الشيخ الكاساني في البدائع قال هذا الكلام غير سديد، هذا الكلام غير سديد، لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده، فلا يؤثر في إزالة الثابت. واضح إن شاء الله. قال يتوضأ به ويتيمم. يتوضأ به يعني المشكوك في طهوريته أو طهوريته، يتيمم يتوضأ به يعني كذلك يغتسل إن كان جنبا، يتوضأ به لو كان محدثا حدثا أصغر، ويغتسل به لو كان جنبا، ويتيمم، ويتيمم احتياطا. وهنا لابد من التنبه، يعني يجمع هنا الآن بين الوضوء أو الاغتسال وبين التيمم، ولكن المطهر، المطهر أحدهما وليس المجموع، انتبه، المطهر واحد منهما وليس المجموع، وليس المجموع. اي نعم. طبعا يقدم أيهما شاء، يقدم أيهما شاء، فإن شاء أن يقدم التيمم ثم يتوضأ أو يغتسل، وإن شاء يتوضأ أو يغتسل ثم يتيمم. قال احتياطا، قال يرتفع الحدث بيقين إن عدم غيره، يعني إن فقد غير الماء المشكوك، أي غير المشكوك. وفي الخانية لو اكتفى بأحدهما، يعني توضأ فقط أو تيمم فقط، ولو اكتفى بأحدهما وصلى لا تجوز صلاته، لا تصح صلاته. المراد به، المراد بما قاله صاحب الخانية، ألا تخلو الصلاة الواحدة عنهما. لاحظوا المسألة يا أحبابنا، نشرحها قبل أن نقرأها، نشرحها قبل أن نقرأها. إيه نعم، لو أن إنسان
انتبهوا عليه. ليس المراد، أنا قلت قبل قليل المطهر أحدهما للمجموع، ما فائدة هذا الكلام؟ أرجو الانتباه تماما. أنا الآن عندي ماء مشكوك في طهوريته، توضأت لصلاة الظهر منه ولم أتيمم ثم صليت، ما حكم هذه الصلاة؟ غير صحيحة. بعدما انتهيت من الصلاة أحدثت، أقيمت صلاة الجماعة للظهر، فتيممت وصليت الظهر. الظهر كم مرة صليته؟ مرتين. قال سقط عني الفرض. ليه؟ لأنه قلنا المطهر واحد منهما، إما الوضوء وإما التيمم، وأنا قد صليت الصلاة مرتين، مرة بالوضوء ومرة بالتيمم، فواحدة منهما صحيحة، فيكون الفرض قد سقط عنه. إذا فهمنا الآن معنى قول الفقهاء بأن المطهر أحدهما وليس المجموع، فهمنا أحبابنا؟ هنا هذه المسألة أو هذه العبارة تشكل على كثيرين، هذا بيانها وهذا تفسيرها. لذلك قال الشيخ، انتبه لما قاله الشيخ، قال وفي الخانية لو اكتفى بأحدهما وصلى لا تجوز صلاته. قال المراد به، مراد الكلام صاحب الخانية، ألا تخلو الصلاة الواحدة عنهما، عن التيمم والوضوء، دون الجمع بينهما. ليس من الضروري أن أتوضأ وأتيمم وأصلي، لا، بل يجزئني أن أتوضأ فأصلي الظهر مثلا وأتيمم وأصلي الظهر مرة ثانية، فتكون الفريضة سقطت عني. قال دون الجمع بينهما في حالة واحدة، حتى لو توضأ بسؤر حمار فصلى ثم أحدث فتيمم فصلى تلك الصلاة نفسها، قال جاز كذا في الكفاية. في أحبابنا الإشكال، في سؤال حول الكلام الذي ذكرته الآن، أريد منكم أن تفهموا معنى قول الفقهاء بأن الطهارة حصلت بأحدهما لا بالمجموع. قال والعرق معتبر بالسؤر، أي عرق كل شيء يعتبر بسؤره في الطهارة والنجاسة والكراهة، فعرق الحمار مشكوك في طهارته، عرق الكلب نجس، عرق البقر طاهر، يعطى العرق حكم السؤر لأن العرق متولد من اللحم كما أن اللعاب متولد من اللحم. فإن قلت كان ينبغي أن يقول والسؤر معتبر بالعرق لأن الكلام في السؤر لا في العرق، قلت لما كانا متولدين من أصل واحد الذي هو اللحم لا مفاضلة لأحدهما على الآخر، صلح أن يكون كل منهما مقيسا ومقيسا عليه. الآن بين قوسين ضع قبل فإن قوس حتى نصحح الكتاب، قبل فإن ضع قوسا بالقلم الأحمر، وبعد كلمة عدم في قوس أحذفه، وضع القوس، نعم، وضع القوس موجود التمر، لأن الذي ينبغي أن يكون بين قوسين هو فإن عدم الماء إلا بنبيذ التمر، قال أبو حنيفة بالوضوء فقط. إذن الآن تصحيح العبارة، المتن، فإن عدم الماء إلا بنبيذ التمر قال أبو حنيفة بالوضوء فقط، يعني توضأ بنبيذ التمر، وأبو يوسف بالتيمم فقط. أنا كنت أرغب أن نقرأ أكثر من ذلك،
ولكن نكتفي بهذا المقدار أحبابنا. وصلنا عند قوله إذن فإن عدم الماء إلا بنبيذ التمر أو إلا نبيذ التمر. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.